السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. الأستاذ طارق الدروع، مدرس مادة اللغة العربية التخصص واللغة العربية المشترك الصف الثاني ثانوي. بداية سنبدأ في شرح ما تبقى من مادة اللغة العربية المشترك، وسنبدأ بقاعدة الألف المقصور. الألف المقصور، سنبدأ بتعريف هذه القاعدة، وهي الألف المقصورة ألف تأتي ساكنة ما قبلها مفتوح. إذن ألف ما ساكنة ما قبلها مفتوح، وتكتب بصورة إما ألف بهذا الشكل أو ألف بهذا الشكل. كل ألف من الصورتين لها معنى. الألف هذه يسمى ألف قائم، ألف قائم، بينما هذه الألف بهذا الشكل تسمى شبيهة ألف، شبيهة الياء غير المنقوطة، شبيهة الياء غير المنقوطة. إذا هذه تسمى ألف قائمة، وهذه تسمى ألف شبيهة الياء الغير المنقوطة. نركز الآن على مواضع أو أحكام أو شروط كتابة الألف المقصورة عندما تكون ألف قائمة، وهي كما قلنا سابقا ستكون مكتوبة بهذا الشكل. بداية أستاذي، هذه الألف ستكون أصلها واو، إذا لن تكتب الكلمة سواء كانت فعل أو اسم ثلاثي إلا إن كان أصلها واو، إن كان أصلها واو. ولن تكتب الألف بهذه الصورة أستاذي في الاسم أو الفعل أو الكلمة الثلاثية إلا عندما تكون هذه الألف أصلها ياء، أصلها ياء، وإلى المعنى قلنا أنها شبيهة الياء غير المنقوطة. نرجع إلى معرفة مواضع كتابة الألف المقصورة اللي هي الألف القائمة بصورة ألف بهذا الشكل. بداية ثلاث مواضع، سنأخذ الموضع الأول لما يكون عندك أستاذ فعل. هذا الفعل ثلاثي، إيش يعني فعل ثلاثي؟ يعني فعل مكون من ثلاث حروف. واحفظ أستاذي إذا بحكي فعل، فعل ها، فعل مكون من ثلاثة حروف. هذا الفعل ألفه منقلبة عن واو، عن إيش؟ عن واو، كما ذكرنا سابقا بأن أصل الألف هذه هي واو وأصل الألف هذه هي ياء. فالآن أستاذي الموضع الأول لكتابة الألف بصورة قائمة سيكون فعل ثلاثي، يعني مكون ثلاث حروف كما قلنا، منقلبة ألفه عن إيش؟ عن واو، منقلبة ألفه عن واو. طيب أنا كتبت أربع أمثلة هذه، أو أربع أمثلة هذه الأمثلة سأتعلم من خلالها كيفية كتابة الألف بالصورة التي جاءت عليها، علما بأن الأسئلة التي جاءت في التدريبات السؤال الأول الذي صدر القائمة من الأسئلة يقول علل أو بين سبب كتابة الألف بالصورة التي جاءت عليها. سنتعلم بداية كيفية مجيء الفعل بألف قائمة، كيفية مجيء الفعل الثلاثي بألف قائمة. هذا الفعل الثلاثي سيكون فعلا ماضيا، سيكون فعل ماضي. هذا الفعل سيكتب بألف قائمة. كيف احنا الآن نتعرف على كتابة هذه الألف أو كيفية معاملة ألف القائمة من أصلها؟ الآن أستاذي في عندنا أكثر من طريقة لمعرفة أصل الألف. بداية أستاذي هذه الألف أصلها واو، إذا سأقول لمعرفة ملحوظة هامة، لمعرفة أصل الألف تمام المقصور في الفعل الثلاثي احنا في عندنا طريقة مشهورة. هذه الطريقة اللي هي يقول لك نأتي
بمضارع الفعل. بمضارع الفعل. حلو. في طرق غيرها، لكن تعالوا خلينا نبلش بالفعل المضارع. كيف بدنا نتعامل مع هذه الألف؟ سنة ستقول لي مضارعها يا أستاذ يسمو. الآن أنت تأكدت من الفعل المضارع أن أصل هذه الألف هو واو. أصل الألف هذا إيش؟ واو. أصل هذه الألف واو. طيب. لو جينا أستاذي على الفعل دعا، الفعل دعا، ستقول لي أستاذي برضو أنا حاب أجرب الفعل المضارع كي أتأكد بأن هذه الألف كان أصلها واو. سنقول دعا بهذا الشكل مضارعها ايش؟ ندعو او يدعو بهذا الشكل. اذا مضارعه انتهى بواو بهذا الشكل، اطلاقا الاستاذ ستكتب بصوره الف قائمه، ستكتب بصوره الف قائمه. طيب استاذي فين اشوف الطرق اللي غير الفعل المضارع ممكن استخدمها غير الفعل المضارع؟ في استاذ عنده طرق لكن اشرها الفعل المضارع. ممكن اني انا اسند او اسنادها الاسناد الفعل الى ضمير التاء، تمام؟ فنقول انا بزياده التاء هذه، تمام؟ ستكون التاء متحركه اما بضمه او فتحه او بكسر، تمام استاذي؟ سنضع الكلمه بهذا الشكل في المربع هذا ونقول انا، تمام؟ ستقول انا ايش؟ دعوت او دعوت شيء استاذي. طيب اذا عن طريق هاي انا عرفت اصل الالف، اصل الف بما انه جاءت منقلبه عن واو. طيب الان نرجع لمعرفه برضو الالف في المثال الاتي. رجع، تعال خلينا نستخدم المضارع، راح تقول رجع يرجو شيء. طيب تعال خلينا نستخدم برضو هون لمعرفه الالف هذه القائمه، ستقول لي دنا ايش؟ يدنو، يدنو، تمام استاذي؟ تمام. الان استاذي بعد ما تعرفنا انه الفعل سيكون ثلاثي اي مكون من ثلاث حروف منقلبه الف عن ايش؟ عن واو. ستكتب بصوره الف قائمه. ننتقل الى الموضوع الثاني وهذا اللي هو الاسم. موضع ثاني يقول الاسم الثلاثي برضه مكون من ثلاث حروف منقلبه الفه ايضا عن ايش؟ عن واو. طيب راح يحكي لي واحد من الطلاب استاذي برضه مستخدم المضارع عشان نعرف شو نوع الالف في الاسم، راح يحكي لك لا، لان استاذي هنا هذا اسم وهذا فعل، صح؟ في فرق ما بين الاسم والفعل، الفعل استطيع ان اجيب له المضارع او بالشكل الذي تعودنا عليه. لكن استاذ الاسم له طرق اخرى. فنقول لمعرفه اصل الالف المقصوره، تمام؟ في الاسماء ممكن استاذي استخدم الجمل، استخدم ايش؟ الجمل. طب استاذي افرض الكلمه كانت مثلا جمل، شوف ما هو استاذي في عندنا طرق اخرى ممكن استخدم المثنى، تمام؟ ممكن استخدم المفرد، ممكن استخدم شو؟ المفرد، تمام؟ لو اجينا على المثال الاول اللي هو معنى، سنرى ان معنى تنتهي بألف قائمة. هذه الألف القائمة قلنا سابقا بأنها تمثل الواو. إذا لما أستخدم الجمع راح تحكي لي أستاذي ما اعتمد على مؤنث، فجمع سيكون مؤنث. راح تحكي لي أستاذ مها، راح أحكي لك مهوات، مها مهوات. إذا ما أصل الألف هنا؟ أصل هواء، إذا هي منقلبة عن واو. إذا نؤكد المعلومة مرة أخرى، عندما تكون الألف قائمة يكون أصلها واو، يكون أصلها وكلا الصورتان يسمى الف مقصور، الف مقصور، تمام.
تمام؟ راح تحكي لي أستاذي خطى، ممكن أستاذي أحكي إيش؟ خطوات، مش هيك؟ خطوات، تمام أستاذي؟ إذا هون عرفت إنه الألف هاي مطول مع شو؟ برضو منقلبة عنه، ممكن أجيب مفردها اللي هو إيش؟ خطوات بهذا الشكل، تمام أستاذي؟ تمام. الآن نيجي على المثال الآخر وهو مثال برضو اسم، الاسم هذا مكون من ثلاث حروف ينتهي بألف قائما كما ذكرنا سيكون أصلها واو. تعال بس نتأكد لمعرفة أصل الألف المقصورة في الأسماء ولا نبدأ حروف تركيبة في الأسماء نفسها، تمام؟ نستخدمها بطريقة غير الفعل لأن الفعل يختلف عن الاسم. راح تحكي لي أستاذ عصا، راح تحكي لي عصا وات، تمام أستاذي؟ طيب طب أستاذي أنا ممكن أحكي عصا بتصير فعل، طيب هذا أستاذي يرجع إلى أمرين، الأمر الأول أول شيء معناها في الجملة، تمام؟ معناها في الجملة، تمام أستاذي؟ طيب المعنى الثاني أستاذي ممكن إن أنا أضيف لها ألف لام، بينما إذا كانت ألف ضارب بهذا الشكل أعرف إنها اسم، أعرف إنها إيش؟ إن هذا اسم، هذا هو المطلوب إنها راح تكون اسم بألف بهذا الشكل، تمام؟ هذا هو المطلوب. أجيب المثنى من عصا، راح تحكي لي مثناها عصوان، طب ليش؟ لأني حكيت لك أستاذ سابقا إنه أصل الألف القائمة وأصل الألف القائمة واو. الآن نأتي على المثال الأخير في ترتيب هذه الألف القائمة، فسنقول إيش بهذا الشكل، راح تحكي لي أستاذ ممكن أستخدم المفرد، راح أحكي لك ماشي، راح تحكي لي أستاذ ليش هو، تمام؟ حلو؟ تمام؟ بهذا الشكل راح تحكي لك، راح احكي لك ممتاز استاذي، الان انت تاكدت انه اصل الالف واو، اصل الالف واو. طيب لو رجعنا وحكينا سؤال، هذا السؤال نطرحه ولك بين سبب كتابة الالف بصورة الف قائمة في الفعل او في كلمة دعاء. استاذي لازم اجاوب واعرف انها فعل، وقبل هيك لازم اعرف انه ثلاثي، اذا هو فعل ثلاثي، لما اشوفه بهذا الشكل قائما بتاكد استاذي ما احكي له انه بين سبب كتابه الالف بالصوره التي جاءت عليها، بحكي له كلمه دعا هنا فعل ثلاثي منقلبه الفه عن واو، بهذه الطريقه ستكون الاجابه استاذي، وان شاء الله سناتي للتدريبات معك. كما ذكرنا سابقا بأن هنالك مواضع خاصة لكتابة الألف القائمة، فقلنا أن الفعل أو الاسم الثلاثي المنقلب ألف وحنوان سيكتب بصورة ألف قائمة، بينما أستاذي عندي قاعدة مختلفة كليا عن قاعدة الثلاثي سواء كان فعل أو اسم. عندي بيقول لك الموضع الثالث لكتابة الألف القائمة إذا كان اسم أو فعل زائد عن ثلاثة حروف، وأنا بحكي لك زائد يعني أكثر، زائد يعني إيش؟ أكثر، يعني ليس ثلاثة يا أستاذي، أكثر من ثلاثة. إذا اسم وفعل أكثر من ثلاثة حروف أستاذي، لازم أفهم شغلة، إنه لازم الشرط هذا يكون موجود، إذا شفت اسم أو فعل أكثر من ثلاثة حروف قبل الألف، في عندي إياها لازم أنا أكتب الألف بصورة ألف قائمة، ألف إيش؟ قائمة، ألف قائمة، تمام. نأتي إلى الأسماء الزائدة عن ثلاثة أحرف. الآن أستاذي أمامنا مثال كلمة قضايا، كلمة قضايا، كلمة قضايا انتهت بألف قائمة وهي اسم، والدليل ذلك كيف نفرق بين الاسم والفعل؟ قلنا انه نضيف الف لام التعريف، فان قبلت في الاسم او لم يغير معناها فستكون هذه اسم، اذا لم تقبلها فستكون فعل، فبحكي انا القضايا، ممتاز، اذا هذا اسم، هذا الاسم ليس ثلاثيا وكتب بالف في نهايته الف قائمه. الان ننتبه ما قبل الالف شو في عندي؟ يا، فلذلك كتبت لم تكتب الألف القائمة من عبث، بينما كتبت
لأنه اسم زائد ثلاث حروف والشرط متواجد اللي هو سبقت ألف بيش بياء، سبقت ألف بيش السابق بياء. تمام، نأتي على المثال الثاني. كلمة هدايا، انظروا كلمة هدايا هي من أسماء. تمام أستاذي، هذا الاسم كتب في نهايته ألف قارئ، كتب آخره بألف قارئ. إذا يجب أن ننتبه أنه اسم زائد عن ثلاثة حروف، هذه الألف مسبوقة بياء. تمام أستاذي، إذا هو اسم زائد عن ثلاثة حروف مسبوقة ألف وبياء، إذا إطلاقا لازم تأتي الياء مكتوبة بصورة ألف قائمة، لازم تكتب الألف بصورة ألف قائمة إذا سبقت بياء. طبعا الآن شوفوا كلمة النوايا، والنوايا أنا عرفتها بأل، لذلك بدك تنتبه انه الاسم يقبل التعريف، الاسم يقبل التعريف. هنا انتهت كلمة النوايا بألف قائمة، وهي اسم زائد عن ثلاثة حروف، اسم زائد عن ثلاثة حروف. هذا الاسم أستاذي سبق بياء، سبق بماذا؟ سبق بياء. إذا أستاذي تحقق الشرط، إذا لم يكن عندك اسم زائد عن ثلاثة حروف قبل ألف، هي تأتي في نهاية الكلمة قبل الألف، فيا اعلم أنها ستأتي بألف قائمة، بألف قائمة. طيب تعالوا خلينا نطرح سؤال، السؤال هذا ممكن يجي لي بين سبب كتابة الألف في كلمة مثلا نوايا، حلو؟ تمام أستاذي؟ بالصورة التي جاءتها، الصورة التي جاءت علي. تمام أستاذي؟ الآن أستاذي راح أحكي لهم، ما راح أنا أبدأ بالإجابة إلا لما أشوف كلمة نوايا اللي إحنا أصلاً خدناها هون، راح تحكي لي أستاذي نوايا، أو مثلاً خلينا نأخذ مثال ثاني، لأن إحنا أخذنا كلمة نوايا، ممكن آخذ كلمة زوايا، تمام؟ راح احكي لك استاذي كلمة زوايا. هنا لازم انت قبل لا تيجي تحل او تحل هذا السؤال تتاكد انه اللي قدامك هذا ثلاثي، كلمة ثلاثية ام كلمة اكثر من ثلاث حروف. تمام، اذا كان ثلاثية سنتبع طريقة الفعل او الاسم المنقلبة الف عن واو اطلاقا. الان اما اذا كان زائد عن ثلاث حروف السبب لازم اتاكد انه اسم او ما دون ذلك هو الفعل. لذلك يا استاذي وجدنا كلمة الزوايا تقبل ألف ولا؟ إذا هي اسم هو زائد عن ثلاث حروف، تمام؟ وجدنا ألف وهيئة، تمام؟ قائمة، إذا ما بيطلع لنا الألف تكتب قائمة في الاسم الزائد عن ثلاث حروف إلا بشرط تسبق إيش؟ بياء، تسبق بشو؟ بياء، وفعلا وجدنا أنها مسبوقة بياء، فالجواب أستاذي سيكون على النحو الآتي: اسم زائد عن ثلاثة حروف أو أحرف، تمام؟ مسبوقة ألفه إيش؟ بياء. تمام أستاذ؟ هيك أنت إجابتك إن شاء الله حسب الدليل. تمام أستاذ؟ نأتي للأفعال، نأتي للأفعال، هذه الأفعال زائدة عن ثلاثة حروف، هذه الأفعال ستأتي في صورة ألف أو ستكتب بصورة ألف قائمة في نهايتها، برضو لازم تكون قبل الألف القائمة موجود في العين الياء، لازم تكون في العين موجود ياء. فالآن يجب انتبهنا على هذه الأفعال كنقول مثلا استحيا أو أحيا أو أعيا، كلها أفعال. ليش؟ لأننا لم تقبل ألف واللام كما ذكرنا سابقا. طبعا أنا ما بقدر أحكي أن استحيا أو الأحيا أو الأعيا، لكن هو أستاذي، لكن برضو من أنا هذه أفعال، هذه أفعال برضو أستاذي ألفها جاءت إيش؟ قائمة، هذه الألف القائمة مسبوقة بياء، مسبوقة بإيش؟ بياء، إذا هي فعل زائد عن ثلاثة حروف مسبوقة ألف بإيش؟ بياء، مسبوقة ألف بياء، برضو هذه جاءت ألف قائمة، لكن الألف القائمة هي مسبوقة بإيش؟ بياء، إذا كتبت بصورة ألف قائمة لأنه فعل زائد عن ثلاثة حروف مسبوقة ألفه بياء، مسبوقة ألفه إيش؟
بها. برضو هنا عند المثال الأخير اللي هو أعلم، برضو هنا الأستاذي جاءت بصورة ألف قائمة ولم تكتب كذلك إلا لأنها سبقت بيش بيا. برضو هنا الأستاذي لازم أنتبه إنه اللي قدام اسم ولا فعل، كما نبهتكم سابقا في الأفعال أو الأسماء. الثالث تمام أستاذي؟ لا أستاذي، بدنا ننوه على شغلة بس بسيطة. هذه الشغلة نحتاج إن شاء الله في سؤال قدم هذا السؤال في بعضها حتى جاء بصيغة أخرى، لكن مطلوبة هامة أنت تكتب أو تتعامل مع الاسم الفاعل أو الفعل الزائد عن ثلاث حروف بألف قائمة إذا كان مصدوق بها. مش هيك حتى فاكرة؟ تمام. لكن باستثناء اسم العلم يحمل، اسم العلم يحمل، بتحكي لي اه والله يا استاذي هو منتهي، هو اسم زائد عن ثلاثة حروف، لكنه يا استاذي كتب بألف بشكل ياء غير منقوطة اللي عرفت عليها في البداية. طيب استاذي لكن مصبوغة بياء. بقول لك استاذي كلامك سليم، لكن استاذي هنا قاعدة شاذة، هذه القاعدة اللي مستثنى أصلا من القاعدة التي ذكرتها هنا، وتقول ملحوظ لي إنه باستثناء اسم العلم يحيى وذلك تمييزا، ها افهم الجواب، تمييزا له من الفعل ايش؟ يحيى. إذا المسألة عشان أفرق بين الاسم العلم يحيى والفعل يحيى كتبت الألف بالصورة هذه، ولكن هي أصلا بالأصل إذا كان فعلا سيكتب بألف قاعدة. تمام؟ إذا كما تحدثنا أن هنالك مواضع لكتابة الألف القائمة، أيضا هنالك مواضع لكتابة الألف اللي إحنا سميناها شبيهة بها الغير منضبط. برضو أستاذي لها ثلاثة مواضع. الموضع الأول أستاذي إذا بدك تيجي تعرف إنه هذه الألف جاءت بصورة ألف بهذا الشكل، الموضع الأول بده يكون عندك فعل. ركز بقى أحكي فعل. كيف ركزنا في كتابة الألف القائمة؟ رجاء أستاذي انتبه، بحكي عن فعل، برضو هذا الفعل اللي بيكون ثلاثي، هذا الفعل الثلاثي منقلب ألفه عن ياء، لكن الألف القائمة قلنا سابقا أنها كانت منقلبة عن إيش؟ عن واو، لكن هون أستاذي منقلب هذه الألف عن ياء، منقلبة عن ياء يعني أصلها ياء. فبداية الأستاذي بيكون في عندك الموضع الأول فعل ثلاثي منقلب ألف عن شو؟ عن ياء. هنشوف هذه الأمثلة، طبعاً راح أرد أكرر اللي حكيت لك إياه اللي هي لمعرفة أصل الألف في الفعل الثلاثي. طبعاً الفعل حكيت ثلاثي يعني فعل ثلاثي ماضي. تمام، هذا الفعل ممكن أتأكد من الألف إنه جاء أصلها واو ولا ياء من خلال المضارع أو إسناد الفعل إلى الضمير أو إلى طرق أخرى إن شاء الله سنتعرف عليها بعد المثال الآتي. لا أستاذي لما أحكي قضى، إيش مضارع قضى؟ راح تحكي لي أستاذي قضى مضارعها يقضي. إذا ما نوع الألف هنا؟ تقول لي والله يا أستاذي هون ألف إيش؟ شبيهة بالياء المقصورة، إذا هي ألف إيش مقصورة. لكن لما أحكي لك ما أصلها راح تحكي لي أستاذي والله منقلبة عن شو؟ منقلبة عن ياء. إذا أصل الألف هون تمام؟ أصلها ياء، لكن نوعها يا أستاذي هي ألف اللي هي شبيهة الياء الغير مضبوطة اللي هي أصلا تدرس تحت مسمى الألف المعصورة. تمام، الآن راح تحكي لي أستاذي رمى راح أحكي لك برضه إيش؟ ياء مين؟ طيب جاي لك الآن معرفة الطريقة الثالثة لمعرفة أصل الألف في الأفعال، سواء كانت ألف قائمة أو إيش؟ ألف شبيهة الياء الغير منقوطة. أستاذي احرص واعلم علم اليقين، إذا إجاك فعل زي سعى، راح تحكي لي أستاذي مضارع يسعى، راح أحكي لك ممتاز، راح تحكي لي أستاذي ما عرفت أنا أصل الألف، راح أحكي لك صح، لأنه بقيت الألف كما هي. راح أحكي لك أستاذي طيب في طريقة أخرى ممكن تعرف عليها، راح تحكي لي ماشي. الطريقة هون أستاذي اللي كالآتي، نأتي مصدر الفعل الصريح، مصدر الفعل شو؟ الصريح. تعال خلينا نحكي كيف بدك تجيب مصدر الصريح؟ أيوة عن طريق
العملية ألف أو عن طريق المفهوم المطلق كأن تقول سعى سعيا أو سعى عملية شو السعي. مش هيك أستاذي؟ الآن أنت عرفت إنه هذه الألف إيش أصلها؟ أصلها ياء. شو أصلها؟ ياء. إذا هذه ألف كتبت بالصورة التي جاءت عليها لأنها منقلبة عن شو؟ عن ياء. نيجي بسالج نتعرف على ما تحدثنا عنه، إنه فعل ثلاثي، كلمة سعى فعل ثلاثي منقلبة ألفه عن ياء. كيف عرفنا؟ مش عن طريق المضارع، طبعاً مش عن طريق المضارع، وإنت كان في أكثر من طريقة أكدنا هذه المعلومة عن طريق المصدر الصريح، عن طريق المصدر الصريح. وكذلك كلمة رأى، راح تحكي لي أستاذي مضارعها لما بقيت الألف كما هي، كما هو كما هي، صح أستاذي؟ راح تحكي لي موت، راح تحكي لي صح. طيب كيف بتعرف؟ قلت لك برضه إيش؟ تعال خلينا ناخذ إيش؟ أعطيني لي، أعطيني مصدر، أحكي لك هذا رأي، صح؟ هذا رأي، تمام أستاذي؟ هنا بهذه الطريقة أستاذي عرفت أو عرفت تعرفت على أصل الألف في الفعل الثلاثي المنقلب ألفه عن إيش؟ عن ياء، وتأكدت من نوع الألف التي قلنا عنها سابقا. إذا كانت بهذا الشكل سيكون أصلها ياء، أما إذا كانت بهذا الشكل سيكون أصلها واو، طبعا وهذا خاصة فقط في الكلمة الثلاثية، يعني فعل أو اسم ثلاثي، تمام أستاذ؟ فعل أو اسم ثلاثي. الآن نأتي إلى الموضع الثاني وهو الاسم الثلاثي. ركز، يعني أحكي لك اسم، ها؟ اسم ثلاثي منقلب ألف ومرفوع عن شو؟ عن ياء. طيب أستاذ أنت حكيت لنا عن الألف القائمة إنه ممكن معرفة أصلها عن طريق الجمع أو المثنى المفرد، برضه هذا نفس الطريقة طبعاً أستاذي، لأنه الأسماء عندهم طرق مختلفة كلياً عن الفعل كما نبهت سابقا. كأن تقول فتى، راح تحكي لي أستاذي مثلنا أقول فتى هنا فتى ياء، إذا شو أصل الألف؟ ياء، ممتاز، تمام أستاذي؟ طب هدى، أعطيني نفس الجمع راح أحكي لك شو؟ هدى ياءت، شايف؟ شايف أستاذي؟ تمام. الآن هنا عرفت إنه أصل الألف إيش؟ أصل الألف هنا ياء، أما شو أصل الألف برضه هنا إيش؟ ياء. طيب أستاذ تعال خلينا ناخذ مثلا المفرد، ماشي، لأنه أصلا هذا الكلمة قرى هي جمع، فما بقدر أجيب منها جمع أو أجيب منها مثنى مثلا، إلا إيش؟ بقدر أجيب منها مثنى أو مفرد صح؟ بس ما بقدر أجيب منها جمع، فراح أحكي والله قرى مثلا هات مفردها، راح تحكي لي قرية، تمام؟ عرفت الألف هنا أصلية، أصلها شو؟ يعني أصلها إيش؟ يعني أصل الألف إيش؟ يعني تمام أستاذي؟ تمام. الموضع الثالث لكتابة الألف المقصورة التي هي أصلاً بهذا الشكل أسميناها شبيهة الياء الغير أو آسف غير المنقوطة، تمام. هذا الموضع يتكلم عن الاسم والفعل الزائد عن ثلاثة حروف، نعم، اللي هو أكثر من ثلاثة حروف، أكثر من ثلاثة حروف. الشرط هنا أن تكون الألف غير مسبوقة بياء، غير مسبوقة بياء، إذا ستكتب بصورة ألف بهذا الشكل، إذا هي شبيهة الياء الغير منقوطة. بذلك أستاذي نأتي على الأسماء، فمثلا أخذنا المثال مصطفى، تمام؟ سنجده اسم، مصطفى اسم، تمام؟ لا تتفصح عن أستاذي وتصير تحكي لي مصطفى من صفا يصفو، ممتاز، أنت قاعد تحكي صح، لكن هنا أستاذي القاعدة تختلف اختلاف كلي، ليس ثلاثي، هذا ليس ثلاثي، فهو يعطيك الحل، يقول لك إذا وجدت اسم أو فعل زائد عن ثلاثة أحرف ألفه ليس مسبوقا بياء، اعرف أنه ستكتب الألف بهذا الشكل، إذا مصطفى أستاذي كتبت الألف بهذا الشكل لأنه اسم زائد عن ثلاثة حروف ألفه غير مسبوقة بإيش؟ بياء، ألفه غير مسبوقة بياء، مين يذكرني لو كانت الألف مسبوقة بياء كيف راح تكتب الألف؟ ممتاز، راح تحكي له أستاذي الألف ستكتب بصورة قائمة لأنها جاءت قبلها إيش؟ ياء، ممتاز أستاذي، هذا في الأسماء والأفعال الزائد عن ثلاثة حروف. الآن أستاذي كلمة مستشفى، برضو هنا مستشفى هي اسم، الله يا رب يبعدها عنا وعنكم إن شاء الله ويعافينا ويعافيكم من الأوباء. أستاذي لو تكررت أستاذي انتبه على كلمة مستشفى هنا أستاذي راح تجد إنها اسم، هذا الاسم ينتهي بألف هي شبيهة الياء الغير منقوطة من صور الألف المقصورة، هذه الألف أستاذي لم تنقص
لم يأتي قبلها ياء. إذا هذا الأسرة لم يأتي قبلها ياء فكتبت بصورة ألف اللي هي الجبهة الياء غير المنقوقة، لأنه اسم زائد عن ثلاثة حروف غير مسبوقة ألف وإيش ياء. كما ذكرنا لو جينا حكينا أستاذ بين سبب كتابة كلمة مصطفى بصورة الألف التي قسمت عليها، أتحكي لي أستاذي لأنه اسم زائد عن ثلاثة حروف غير مسبوقة ألفه بياء، وإنما كالتأتي لو جينا أستاذ عن هذه الأفعال تمام؟ هي برضو أفعال زي ارتوى استغنى تمام؟ هذه الأفعال زائدة أمر عن ثلاثة حروف ولكن غير مسبوقة ألف وإيش بياء، غير مسبوقة ألف وبياء، فإطلاق الأستاذ ستكتب بصورة الألف بهذا الشكل تمام؟ فنقول ارتوى هو فعل، هو إيش فعل ليس اسم تمام؟ هو إيش فعل؟ الفعل هنا أستاذي مقترن بإيش بزمن تمام؟ مقترن بإيش بزمن؟ فأنا هي دلالة هذا الفعل اللي هو ارتوى، ارتوى هنا جاءت بصورة ألف بهذا الشكل أو بشكل الياء غير منقوطة لأنها اسم أو فعل زائد عن ثلاثة حروف غير مسبوقة ألفه بياء. أيضا كلمة استغنى هو فعل زائد عن ثلاثة حروف غير مسبوقة ألفه بياء. الآن أستاذي سنأتي معا لحل تدريبات الكتاب، وإن شاء الله بما نتعرف أكثر على الأسئلة المزارية التي جاءت في هذا أو في هذا الدرس على النحو الآتي إن شاء الله. بعد شرحنا لقاعدة الألف المقصورة نأتي لتدريبات الكتاب، وكما ذكرنا سابقا أن السؤال الأم هو عنه أو بين سبب كتابة الألف المقصورة بالصورة التي رسمت عليها. الآن فيما تحته خط نأتي على المثال الأول، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، صدق الله العظيم. هذه الكلمة نريد أن نبين سبب كتابة الألف فيها أستاذي، الألف بهذا الشكل. أول شيء لازم أعرف أن الكلمة هذه فعل أم اسم، لازم أعرف أنها فعل أو اسم. إذا هي فعل استوى، فعل لا تقبل التعليق، الاستوى ما قصده، فهون أستاذي أنها فعل، هذه فعل. هذا الفعل لازم بعد ما أعرف أنه فعل ولا اسم، نعرف أنه فعل. هسه بتأكد ثلاثي ولا غير ثلاثي، إذا هو غير ثلاثي، فأول حل بقوله فعل تمام زائد، ايش يعني زائد؟ يعني اكثر من ثلاثة حروف، زائد عن ثلاثة احرف تمام. احنا اتفقنا اذا الف مسبوقة بياء تكون قائمة، واذا الف ليست مسبوقة بياء تكون بشكل غير منقوط. فبقول له بهذا الشكل الثاني فعل زائد عن ثلاثة احرف تمام، غير بهذا الشكل غير مسبوقة الف ايش بي يعني بهذا الشكل أستاذي ستكون هذه الإجابة النموذجية. المثال الثاني دعا رجل الله تعالى أن يهبه الذرية الصالحة. أستاذي أنا بدي أشوف الفعل دعا، الفعل دعا، أنا تأكدت من الفعل بعد ما أنا قلت لك بدي تعرف أن الفعل ولا اسم، فعل ولا اسم، تأكدنا أن الفعل هو ثلاثي ولا ثلاثي، إذا هو ثلاثي. الآن لازم أتعامل معه حسب معرفة نوع الألف تمام؟ فقلنا إذا شفنا الألف قائمة بهذا الشكل وقلنا بأي سبب بدأت من هذا المقلب عن المعرفة، لكن بتأكد بدأ يكون مضارع حياتهم. إذا تأكدت من حبي فالآن بقول لأستاذي بهذا الشكل فعل ثلاثي تمام؟ بهذا الشكل أستاذي منقلبة ألفه هي قائمة عن واو، عن إيش؟ عن واو تمام أستاذي؟ تمام الآن نجي على المثال الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى بهذا الشكل. لأن أستاذي محطوط لي أنا خط تحت العليا وتحت السفلى وبيقول لي بين سبب كتابة الألف المقصورة بالصورة التي رسمت عليها، لأن كلمة العليا هي اسم لما جاءت معرفة بهذا الشكل. الآن أستاذي هي ثلاثة غير ثلاثة، إذا هي ثلاثة فبقول له هذا بهذا الشكل أستاذي اسم بهذا الشكل زائد عن ثلاثة أحرف، لأنه ليس ثلاثة تمام، لكن هو استدلت بأنها قائمة جاء ما قبلها ياء، فبقول له زائد عن ثلاثة أحرف مسبوقة ألفه بإيش؟ بياء، ممتاز.
لا سبب على كلمة السفلى. كلمة السفلى أستاذي أيضا هنا جاءت بألف بهذا الشكل، لكن أيضا اسم، لكن هذا الاسم ألفه ليست مسبوقة بياء، خاصة أنه اسم زائد عن ثلاث أحرف، فبقول اسم زائد عن ثلاث أحرف غير مسبوقة ألفه بياء. نجي على المثال الرابع، مكة المكرمة أم القرى، أم القرى بهذا الشكل. لا أستاذي القرى أستاذي هنا اتفقنا نحن سابقا أن مفردته قرية، لكن يقول أن الألف هو إيش؟ ألفها إيش؟ أصلي. أصلية شو معناها؟ أصلي. فهو أستاذ عرفت أنه أصلها لا أصلا أستاذي لذلك كتبت بهذا الشكل، لكن الألف هو شو معناها؟ أصلية منقلبة عن شو؟ عن بياء بهذا الشكل. رفع المثال ها من السؤال الأول، رفع الشاعر صديقه، رفع الشاعر صديقه، تمام استاذي؟ هنا كلمه رفع اول شيء عرفت انها فعل ليس اسم، هنا تاكدت من المعلومه انه فعل، هذا ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ اذا هو ثلاثي، تمام. رفع استاذي الف جاءت بصوره الياء غير منقوطه، فبتاكد اذا قلت لك استاذي اذا كانت الالف بهذا الشكل اعرف انها ياء، صح؟ خاصه ببين السبب استاذي، اذا جاءت الالف بهذا الشكل اعرف انه اصلها واو، تمام؟ او منطلقه عنه. فانا استاذي هنا بقول له انه فعل ثلاثي، تمام؟ منقلبة ألفه، تمام؟ عن إيش؟ عن ياء، ممتاز. الآن قال الشاعر، قال الشاعر: وسبعته يحيى ليحيى لرد قضاء الله فيه سبيل. الآن أستاذي بده يقول لي من سبب كتابة يحيى وليحيى كما بيناها سابقا، قلنا يحيى هي بتفرق أو تمييزا عن الفعل فكتبت بألف بهذا الشكل، ولكن هنا يحيى بدي أقول له إنه فعل أيضا اللي هو أيضا بنحكي له الفعل هو اسم، هذا اسم، انتهى الموضوع. هنا أستاذي فعل زائد عن ثلاثة أحرف مسبوقة ألف بإيش؟ بيع، تمام أستاذي؟ نأتي على السؤال الثاني في التدريبات، ويقول هذا السؤال: إملا الفراغ بألف مقصورة معللا، يعني اذكر السبب، اذكر السبب. الآن أستاذي جتني كلمة هدايا، أستاذي أنا انتبهت إن هذا اسم، وحتى لو كان فعل لكن مسبوق بإيش؟ بياء، وهو غير ثلاثي، لكن هنا بدها تكون شو؟ المحل الصحيح هو كتابة الألف قائمة، ليش؟ بقول له أصلا هي هدايا اسم، فبقول له اسم زائد عن ثلاثة أحرف مسبوقة ألف، ألف بإيش؟ بياء، مسبوق الألف بياء، مسبوق الألف القائمة بياء، تمام؟ كلمة يمنى أيضا يمنى مع الألف سواء كانت قائمة أو بصورة الألف أو بصورة الياء غير المضغوطة سيكون أكثر من ثلاثة حروف. كمان هنا كلمة يمنى أستاذي بدنا نتأكد منها، هل اسم ولا فعل؟ لأن هي اسم. الاسم هنا أستاذي زائد عن ثلاثة حروف، لكن هنا أستاذي ما فيها، لأنه زائد عن ثلاثة حروف إذا كان مسبوق بياء ستكون ألف قائمة بهذا الشكل، لكن هنا أستاذي ليست مسبوقة بياء، فهون أستاذي الحل بده يكون بهذا الشكل أستاذي، بدي أحط ألف بهذا الشكل. توقف تمام. انتظر أيضا هو غير ثلاثي أستاذي، ولذلك كما شرحنا إذا كان في نهايته ياء وقال لي ضع الألف أو بصورتها الذي مطلوبة سيكون الحل كالآتي: انتظر فعل. الفعل هنا ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ لا غير ثلاثي. فالان استاذي انا ليش احترم؟ لانه ما في عندي ما بحترم بحط ايش؟ الف بهذا الشكل، تمام استاذي؟ تمام. الان ناتي على الكلمه الاخيره وهي حمل، وهي ايش؟ حمل. طيب كيف بدي اضيف انا الالف هسه؟ الالف يا بتكون قائمه يا تكون اللي هي بشكل ياء غير منقوطه. الان استاذي بدي احكي حمل، لو جربتها بالالف بقول انا حمل، حلو؟ حمى الألف القائم، حمى يحمو مزبوط، يعني كونه احنا بنستخدم الفعل المضارع رح تحكي لا، انت بتحكي حمى تمام بهذا الشكل استاذي رح تحكي حمى يحمي، صح؟ اذا هي منقلبه عن شو؟ عن ياء، فالحل السليم اللي هو ايش؟ كتابتها بهذا الشكل، بهذا الشكل، لانها فعل ثلاثي تمام استاذي منقلبه ألفه عن ايش؟ عن ياء، وايضا هذا فعل غير ثلاثي ليس قبل ألفه ياء، تمام أستاذي؟
اخيرا ان شاء الله ناتي الى الاسئله المثاليه. معلومه بسيطه انه اغلب الاسئله التي تجي ايش؟ ضع دائره على قاعده الف المحصوره. مثال من الوزاره من ثلاث امثله اصلا وردت، يقول لك جاء من 2018 شفتي الكلمه الصحيحه فيما تحته خط، ركز احكي لك الصحيح تمام؟ انتبه على صيغه السؤال. الكلمه الصحيحه فيما تحته خط تمام؟ وردت في جملة بدي أطلع الكلمة الصحيحة التي تحتها خط الثاني، بدي أقرأ الجمل في تأني تمام؟ بدي أجي مثلا على ألف يحيى الوطن في قلوبنا، يحيى الوطن تمام؟ في قلوبنا. أستاذ هسه لو جيت على يحيى هنا، يحيى فعل تمام؟ وقبل آخرها إيش؟ يا، لكن هي زائد عن ثلاث حروف، هذا فعل زائد عن ثلاثة حروف أستاذ مسبوقة ألف وبياء. بشوف أنا المكتوب بإيش؟ بطريقة سليمة يعني حلهم صحيح، لأن الألف هنا إذا جاءت في اسم أو فعل للثلاثي وكانت مسبوقة بياء تكتب بصورة قائمة، مش هيك؟ إذا أنا اعتمدت الإجابة هاي، لكن أستاذي إذا هي الإجابة راح تكون أستاذي ألف، لكن تعال خلينا نشوف الإجابات. أنا كتبت هذا السؤال حسب السؤال الوزاري كما جاء تماما. إذا لو جينا على داحة أستاذي، عشان أنا مالكي إجاني مثال بهذه الصيغة، لو جينا على داحة أستاذي راح تحكي أستاذي داحة هي يدعو، فالألف تبعتها كونه فعل ثلاثي، راح تكون أستاذي مكتوبة بألف قائمة، فلما كتبت بالألف؟ لكن هذا الجواب هذا جواب خاطئ، نركز وقايل لي أعطيني كلمة صحيحة، أعطيني كلمة شو؟ صحيحة. تمام، نجي على الجملة الثالثة، قال لي بنى المهندس قصرا جميلا، بنى المهندس قصرا جميلا. أستاذي كلمة هنا بنى هي فعل، والفعل هنا ثلاثي، ألف جاءت قائمة، لا دخل نتأكد من المعلومة، فبقول له بنى تمام؟ ما بيقول لي أنت يبنو شيء، لأنه إذا كان الأصل منقلب عن الموقع اكتبها بألف قائمة، إذا أنا بقول لك بنى بهذا الشكل سوف تكتب بأنه مضارعها يبني، إذا هي منقلبة عن لا فستكتب بهذه الصورة، ستكتب بهذه الصورة، إذا هي جواب خاطئ. تمام أستاذي؟ نجي على المثال الأخير وهو نجا الغزال من الأسد، نجا الغزال من الأسد. تمام أستاذي؟ الآن تعال نجي على كلمة نجا، عرفنا أنها فعل، هذا الفعل منتهي بألف اللي هي شبيهة الياء غير منقوبة، الآن أستاذي بقول له نجا انت راح تحكي لي ليش كتبت زي ما تقول لي هي منقلبة عن ياء، بقول لك اعطيني مضارع تقول لي ينجي، هذا خطا استاذي، راح تحكي لي هي اصلا نجا ينجو، اذا هي قائمه وليس ينجي يا استاذي، اذا هاي الارض جواب خاطئ، تاكدنا من حلنا استاذي، اذا الحل الصحيح هو كتابه الفعل يحيى لانه فعل زائد عن ثلاثه حروف مسبوقه الف بايش؟ بياء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لكم واستماعكم، والله بالعافيه.